المباراة كانت يعني مثيرة مفتوحة على كل الاحتمالات. تابعنا الجولة الأولى بإيقاع سريع ومن خلاله الفريق الرجاء تمكن تسجيل الهدف الأول. نتابعوا مرة أخرى الأهداف ديال هذا المباراة. أحمد جحوح يعني تمكن من تسجيل الهدف الأول في شباك أصدقاء الأمس بهذه الطريقة. رد فعل المغرب التطواني كان سريعا في حدود الدقة 22 من نقطة الجزاء. اللاعب يونس الحواصي اللي تمكن من الحصول على ضربة الجزاء نفذها بشكل جيد. زيد كروش مانحا هدف التعادل لفائدة فريق المغرب التطواني. الإطارة تواصلت خلال الجولة الثانية بتسجيل الهدف الثاني من رجل لاعب زهير نعيم اللي تمكن من التلاعب بدفاع فريق الرجاء ويضع الكرة بهذه الطريقة. كان الهدف الثاني ثم الهدف الثالث كان بواسطة سلمان ود الحاج. واكيد بان هذه الصورة ستبقى خالدة للاعبي فريق المغرب التطواني لانه ليس بالسهل الفوز على فريق الرجاء وليس بالسهل الفوز بثلاثية. ولكن المغرب التطواني صراحة يعني استحق هذا الانتصار لانه بذل مجهود كبير. هنا كنتابعوا سلمان ود الحاج والهدف الثالث. فرحة كبيرة لسيرخيو لوبيرا وللطاقم التقني فيما ياسين الصالحي يعني تم تدويب الفريق بتسجيله للهدف الثاني في مباراة اللي عرفت تسجيل 5 ديال الأهداف. المباريات المقبلة